تسعى بعض الأطراف السياسية التي حصرت نفوذها ومصالحها لاستخدام ورقة الإرهاب في المحافظات الجنوبية بشكل عام وأبين بشكل خاص، وذلك كوسيلة ضغط لاستعادة مكاسبها السياسية التي عجزت عن تحقيقها على أرض الواقع. هذا النجاح الكبير الذي حققه الشعب الجنوبي سيغيظ أعداء الجنوب ومن الأحزاب التي تتآمر، بالتأكيد سيستخدموا ورقة الإرهاب من أجل إفشال كل خطوات وأهداف الشعب الجنوبي، لكن أثبت الشعب الجنوبي بأنه ضد الإرهاب وأنه سيحقق انتصارات كبيرة على الإرهاب في مختلف الجبهات، وهذا ما أثبته فعلا في الفترات الماضية. عبوات ناسفة ومفخخات تستهدف القوات الجنوبية المشاركة بعملية سهام الشرق بأبين بشكل شبه أسبوعي، مما يثير التساؤل حول تلك العمليات والجهات التي تقف خلفها، وخصوصا بعد كشف بعض الخيوط التي تثبت التخادم بين تلك الجماعات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية وبعض الأطراف السياسية الأخرى التي فقدت مصالحها. نسعى جاهدين لقطع الطرق التي على الأطراف السياسية التي تحاول استخدام ورقة الإرهاب كورقة سياسية لاستغلالها في زعزعة الأمن والاستقرار في محافظة أبين والجنوب بشكل عام، ونحن متواجدين بين أهلنا وعلى أرضنا في محافظة أبين لتأمينها وقطع الطرق على كل من تسول نفسه في زعزعة الأمن والاستقرار بالجنوب بشكل عام ومحافظة أبين بشكل خاص. نؤكد بأن القوات المسلحة الجنوبية نحن على الميدان لتثبيت الأمن والاستقرار وقطع الطريق لمن تسول نفسه باستخدام عناصر الشر والإرهاب زعزعة الأمن، وقوات الجنوبية كافية لحماية أرض الجنوب وأمنها واستقرارها. محافظة أبين منذ عقود ظلت مديرياتها أرض خصبة للجماعات الإرهابية والمتطرفة وقطاع الطرق، إلا أنها اليوم توشك أن تتخلص من تلك الجماعات، وذلك بفضل الجهود الأمنية للقوات الجنوبية بعملية سهام الشرق العسكرية لتأمين المحافظة.